حبينا ان تكون هالبدايه بكير انه الناس راجعه بحماس هوني. في اكثر من غني خلصتهم؟ لا حاطه الصوره. بتعرفي ليش؟ طب ما ضيعوا، او اذا حدا لقى يعرف انه لالي. ما بدي اقول شيء نسيت مره. هالمطرح اللي برتاح له، شيء قدمت لي اياه في كل المواصفات العجيبه اذا بدك. كان عمري 17 سنه. بدي اقول للام تي في ولا الوان تي في، بحبكم على ما قد ما انتم بتظهروا الفن والفنانين بطريقه حلوه. بالاغاني ما انا مروان خوري بسهرة ما بتشبه غيرها، سهرة صيفية بس إلها معنى آخر. إيه هيدي سهرة بتعز علي، هي أول مرة وإن شاء الله ما بتكون آخر مرة، بس بتعز علي لأنه إلها إطار فني بس إطار روحي هيك، واللي هي المطرح اللي برتاح له. قدي الفنان بضل عنده مساحة هيك يتعامل هيك بداخله يحاكي روحه يفتش على على يعني إيه ما يضيع روحه إذا بدك. ودي سي رفقة تحديداً إلي عندي شيء خاص، يمكن كان إلي عندها شيء وقت كنت ولد وطلبت منها شيء، وكان شيء قدمت لي في كل المواصفات العجيبة إذا بدك. كان عمري 17 سنة، ومن وقتها بعتبر إنه هي شفيعتي، لأنه بطلب منها وبلاقي عندها، أكيد بطلع لعندها بحرارة على هالدير الحلو، دير مار يوسف بجربتها. علاقتي إذا بدك هالعلاقة العاطفية تجيها مثل كأنها أم أو أخت. ونحن منلاقي بالقديسين منفتش عن عائلتنا، عن بينا، عن أمنا. بقى في كمان في رهبات فوق، في مؤسسة بتجنن بترحب فيك، بتحسسك بالدفء كل ما طلعتي. بقى أي شخص بيطلع من وين ما كانوا، من أي طائفة، على فكرة بحس إنه بيته فوق. بقى كمان علاقتي مع رهبات، مع سر رغدة اللي دايما هيك اهلا وسهلا وبيهتموا، وبترجعي معبي عاطفه، بترجعي معبي امل. اجتني الفرصه انه هالليله تكون للدير، وكل الموجودين هن كمان ناس جايين يقدموا للدير، وان شاء الله مروان خوري وشي يحضروا مروان خوري والكل ناطرك، وانا دايما باخرك. شفت الاجواء رائعه، كله محمس. قد ايه بيعني لك؟ يعني قد ايه لك سنين طويله بتغني وبتقابل ناس، مع كل اطلاله بيكون الشعور نفسه ولا بيختلف؟ ايه عندي جديد، عندي جديد، وهالقلق زيته، وهالمره لانه مختلفه برجع بقول هو جمهور لإلي، بس هو جمهور للقديسه رفقه، اذا الكلمه بتزبط يعني بين قوسين. هني ناس بيحبوا القديسه رفقه، بيحبوا هالدير، وبيحبوا برجع بقول لك الرهبات الموجودين هونيك، والنظام الموجود هونيك، وهالكرم وكل شيء بيقدموه ايجابي. بقى تهيك مختلف الجو. أنا ناطر كيف بيكون الجو. دائما كل حفلة هي تحدي، لأنه الحفلة هي بتقوم على الفنان وعلى المتلقي، الجمهور هو بيصنع نص الحفلة. إذا عند العود غني بعدك يا روح بتفكر فيني، وعلى العود غني بعدك يا روح بتفكر مروان. يعني بلشت حفلتك الصيفية، حبينا ان تكون هالبدايه بكير. اكيد بدايه بكير وبدايه مباركه. اي وكانت ما بخفي انه الغينا حفلات ثانيه تتكون البدايه هون، وبعدين ننتقل لحفلات ثانيه. الشهر الجاي في حفله، في حفلتين، اللي بعدها في حفله، تقريبا مقسمهم بلبنان في شيء 4 حفلات تقريبا. في حفله مميزه الكل ناطرينها، انت وهاني شاكر مع حفظ الالقاب. معقول يكون في اغنيه جديده ديو رح تغنوها سوا؟ ما لحقت لهلا، هو زعل مني شوي انا بعرف، بس ما قصدي دائما بياخذ وقتي بهالقصص انا، بس بعتقد بعد ما لحق شيء.
مروان، شو قصة السولد اوت بالموازين يعني؟ الحمد لله هيدي اهم شيء، وانا قدمنا بموازين قبل 2019 تقريبا، من اخر حفله تقدمت قبل الظروف الصعبه وتوقف اذا بدك اون هولد، نحط المهرجان كله سوا، وهلا اول رجعه له، لذلك الحماس كان كبير، والحمد لله يبدو انه الناس راجعه بحماس هونيك. وفي مروان خوري بحبوك بالمغرب، الحمد لله يعني الحمد لله، والفنانين الموجودين كمان، وفي تواجد للفنان اللبناني، في بشكل المنظمين عليا هيدي كمان، الحمد لله ان شاء الله الحفله تكون غير شكل. كان عندي حفله من فتره بالمغرب وكانت كثير حلوه، الحمد لله بعده التواصل، احيانا بنغيب فتره طويله بنرجع شوي خيفانين انه يكون فيها التواصل غيب، لا يبدو انه اللي بيشتغل على فن ثابت بيضل عنده جمهور ثابت كمان. أكيد. وانت معبيها السنه ويبدو في اغاني جديده ومشاريع جديده، خبرنا. في اغاني منيح، يلا بدنا سكوب. قول من خلالك انت، من خلال وان تي في والام تي في، كل مره بقول قربت الغنيه ودائما تاخيروا بيلوموني يا مروان مروان وين صرت، في اكثر من غنيه خلصتهم. برجع بقول ذكرت باغنيه اللي هي كلنا عنا الانا، كلمات علي المولى الحاني انا، هيدي بدها تقدم باسرع وقت اذا الله راد. وفي شيء ثلاث اربع اغاني صاروا جاهزين. قد ايه الانا عندك قويه؟ وده ضروريه، هي ضروريه بس مش لحد الحاله المرضيه، بتصير مزعجه للمحيط تبع الانسان ولاله هو. ما راح اخرى كثير مروان، بدي اقول لك صيفيه حلوه، وشو رايك كمان بالفنانين العرب والعالميين اللي عم يجوا رغم كل الظروف اللي عم تحيط في بالفنين. في حاله خاصه بتخليك توقفي مطرحين تتفائلي كثير وتقولي برافو على الاصرار، وبذات الوقت تصيري فزعاني، ان شاء الله يا رب تضل الامور مقبوله مثل ما هي، العالم يعني جاي، الا اذا صار شيء لا سمح الله في تصعيد اكثر، انا بحس انه بتقطع خير هالصيفيه. هيمن السلولار اجاك اتصال هلا ولا هي صورتك؟ فرجيني صورتك. لا بدك تشوفي هيك، بدنا نفرجيها على الشاشة. لا حاطه الصورة بتعرفي ليش؟ طب ما ضيعوا، او اذا حدا لقي يعرف انه لقلي. ما انا بعرف ضل نسي. ما انا بعرف انه كل مشوار بتنزل ولو مش انا هي، مش الانا هي، مش الانا هي. بعرف انه كل مشوار بدك تظهر وفي بدك ترجع البيت مرتين ثلاثه. مزبوط. مره بتجيب السلولار ما لنفتي. ما بدنا هيدي جرصه. ما بدي اقول شو نسيت مره. المهم انت ما بتنسى حالك، ما بتنسى جمهورك وفنك، وما راح اخرك. شو بتقول للام تي في الوان والوان تي في؟ بدي اقول للام تي في ولا الوان تي في، بحبكم على ما على قد ما انتم بتظهروا الفن والفنانين بطريقه حلوه، شاشتكم الى حاله خاصه وبتنور بطريقه خاصه، بقى لنا الشرف نظهر عبر شاشتكم. يا بعد الله كبير، يا بعد للفقير بيدا مرات شغل، يا بعد مرات كتير، يا بعد شمس وفن، يا بعد نار ومن بيدا عنده صغير، يا عنده كبير بالأغاني ما إلها